إلا قول لي إيش رأيك بهالنفنوف؟ أبي أسويه حق ليلة عرسك. شوفي يماي، إن لبستيه بليلة عرسي ضاعت عاصي وهي على الكوشة. واي واي عيار عيار هالصبي آه منك. إيه كل المعازيم بصير عينهم علي، وبخلي الباب يصقع بهالبيت، وأرقص وأغني ومباركين عرسي لتني. يما تدريتي إن الغالي بتسوي مشروع تساعد فيه اللي يبون يتزوجون بس ما عندهم فلوس؟ وانت ايش دراك؟ كنت مع آسيا، قالت لي إن أبوها يبيها تساعده تحصيل عدد حالات الزواج اللي فشلت بسبت الفلوس. وإحنا شي دخلنا بهالسالفة؟ وخر بس وخر. لا لا لنا لنا تبري سبق صحفي وانزله في الجريدة، هذا كله بفضل أخوك رحمة الله عليه. وخالق ايش دخل بالموضوع؟ إذا كنت ناسي أذكرك، زواجي من مارغريت صفقة بينه وبين أبوها، يعني زواج ما فيه حب. يا شاعر يا أديب، معقولة كل هالزيجات فشلت بس لأنهم معسرين ما عندهم فلوس؟ لا يطول لي بعمرك، بعضها فشلت لأن يزوجون البنية الواحد ما تبي. حرام. اسمع مزيل، أعلن عن فتح مكتب للمساعدات الاجتماعية للمعسرين واللي يبون يتزوجون. حرام اثنين يحبون بعض توقف طريقهم المادي. وسمى مكتب سدرة للدعم الاجتماعي. والله أنا طال عمرك طول عمري معاك وما أرد لش طلب، وأوامري تنفذها ومشرع معاك، لكن هذا اللي قاعد تقولينه مو صحيح. يا طولة العمر أنت تلت بالزواج والحب وغيره، الفلوس هذه اللي بتقطينها خليها تنفعك بشيء ثاني، اشتري فواكه وايد أحسن. يا مزيد الخير بدرة، ازرعها راح تحصد الأجر من الله سبحانه وتعالى. يا فرحتهم لي فتحت بيت يضم اثنين يحبون بعض. امشوا بالمشروع إن شاء الله. صباح الخير. صباح النور سدرة. نعم عمتي.